نظمت قيادة خف السواحل فعاليات أسبوع حرس الحدود وخف السواحل تحت شعار الأمن والسلامة لمرتدي الشواطئ، وذلك في شاطئ بلاج الجزائر بالمحافظة الجنوبية وشاطئ الحوض الجاف بمحافظة المحرة. بسم الله الرحمن الرحيم، بناء على توصيات أصحاب السمو المعالي وزراء داخلية الدول مجلس التعاون، أقمنا فعاليات أسبوع حرس الحدود وخفر السواحل تحت مسمى الأمن والسلامة لمرتدي الشواطئ. والهدف من الفعالية توعية مرتدي الشواطئ، حيث تم وضع خيمتين. الخيمة الأولى تم وضعها على ساحل بلاد الجزائر، والخيمة الثانية تم وضعها على ساحل حوض الجاف، حيث قامت إدارة خفر السواحل بتوزيع كتيبات وإرشادات لمرتدي البحر وتوعيتهم. وبهذه المناسبة أكد العميد علاء سيادي قائد خفر السواحل بأن تنظيم مثل هذه الفعاليات يأتي بناء على التوصية التي رفعها مسؤولي حرس الحدود وخفر السواحل إلى وزراء داخلية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتمت الموافقة عليها بهدف توعية المواطنين والمقيمين من مرتدي الشواطئ بالأخطار على السواحل وأهم الاشتراطات للسلامة العامة، وأيضا تفعيلا لمبدأ الشراكة المجتمعية بين وزارة الداخلية ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، حيث يتم التعريف بمهام وواجبات الشرطة في خفر السواحل والخدمات الأمنية التي يتم تقديمها لمرتدي البحر. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا أنا سعيد جدا هنا أن أنا موجود في المكان في أسبوع الخليج الأول لخفر السواحل هنا في بلاج الجزائر، وأنا سعيد بتواجدي هنا جدا. المفروض أقدم كلمة شكر لخفر السواحل لما يقومون به من مجهود رائع، واللي بيعتبروا أحد العيون الساهرة لحماية وحفظ أمن البحرين ودامة البحرين إن شاء الله أمن وأمان. حبيت في الفرصة هذه أشكر خفر السواحل، تواجدهم صراحة متواجدين 24 ساعة، يعني من الفترة اللي أنا موجود فيها جبت عيالي قاعد أشوف خفر السواحل والقوارب مالهم قاعد تتحرك على طول البحر على طول بلاد الجزائر، وبعد ما شاء الله عندهم الحين كتيبات قاعد يوزعونها حق المرتادين البحر في سبيل يكون اللي ما عنده فكرة عن الشاطئ يكون عنده فكرة أكثر وكيف يتعامل مع خفر السواحل في حالة حدوث أي خطأ أو أي حادث على البحر هنا. وموجود في ما شاء الله في عدة كاملة حق التعليم على كيفية استخدامها، وفي جي تي سكي حق بعد يدربون بعض الشباب على استخدام الجي تي سكي. وشكرا. اشتملت الفعاليات على توزيع كتيبات توعوية تتضمن إرشادات السلامة العامة على الشواطئ والسواحل، كما عرضت قيادة خف السواحل عددا من المعدات والآليات التي تدخل في عملها كالزوارق والأجهزة الحديثة والمعدات المستخدمة في مجال الأمن البحري وسلامة مرتدي البحر، والتعريف أيضا بمركز العمليات البحرية ونقاط التفتيش البحرية ونقاط المراقبة الساحلية. كما شاركت في هذه الفعالية التي أقيمت شركة نفط البحرين بابكو وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن.